مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقه يمكن ساعات بسيطه بتفصلنا عن ماتشين مباراتين الحقيقه كل جمهور او عشاق كره في الكوكب كله الكره الارضيه مستنيينهم قبل نهائي بطوله دوري ابطال اوروبا. زي ما تابعنا الحقيقه كان دور الثمانيه دور المفاجات، منتظرين لقاء لايبزيج مع بي اس جي وليون مع بايرن ميونخ. الحقيقه يمكن الماتشين دول لفرق نقدر نقول انها في اغلبها حققت مفاجات كبيره جدا، يعني باستثناء باريس سان جيرمان اللي كان على شفا انه يخرج من البطوله على ايد اتلانتا الايطالي، لكن رجع في الدقيقه 90 وقدر انه يحقق خسارته لمكسب. لكن الحقيقه لايبزيج مطلع فريق كبير جدا زي اتلتيكو مدريد وعامل مشوار كويس جدا طول البطوله، ليون مطلع اكتر من فريق مهم جدا منهم مان سيتي في اخر جوله وقابله على طول اليوفي، وبالتالي في حاله ترقب. ماتشه مع البايرن بالتاكيد مش هيكون في منتهى السهوله على الرغم من عرض القوي اللي قدمه بايرن ميونخ. الحقيقه في متابعه لمباريات قبل النهائي هيكون معانا من خلال تطبيق سكايب لامين كاظم المحلل الرياضي بقناه فرانس 24. نرحب بيك طبعا في البدايه على شاشه قناه الاهلي وفي برنامج السادسه مساء. اهلا وسهلا سمير، وانا متشرف كثير نكون في قناه النادي الاهلي الكبير، وانا مبسوط كثير نكون في مصر مع اخواني. اهلا بيك. رغم وجود يعني فرق كبيره جدا في بطوله دوري ابطال اوروبا الا انه الادوار المتتاليه شهدت خروج متوالي لعمالقه اوروبا زي ريال مدريد زي برشلونه وزي يوفنتوس وغيرهم من الانديه والمان سيتي طبعا مانشستر سيتي، وبنشاهد الحقيقه فرقتين من فرنسا بي اس جي باريس سان جيرمان واولمبيك ليوني في قبل نهائي اوروبا. بتشوف ده مفاجاه من وجهه نظرك، وايه السبب في تالق الانديه الفرنسيه في هذا الموسم من وجهه نظرك؟ والله اولا قبل ما يعني نتكلموا على مفاجاه ولا مش مفاجاه، نقول انه بعنوان هذا الموسم بعنوان الشامبيونز ليج بعنوان استثناء، يعني مناسبه استثنائيه، منافسه استثنائيه في ظروف صعبه، ظروف معروفه، ظروف الكوفيد. ولهذا الان بعد ما تخلص يعني البطوله حيكون تحاليل وحيكون يعني دراسه لهذا الامر، والقضيه تكمن في الفرق التي عرفت او البطولات التي عرفت كيف يعني تتعامل مع الراحه الاجباريه يعني مده شهرين او ثلاثه بدون منافسه، وكذلك كيفيه العوده الى التحضير ريستارت، يعني كيف تعود الى المنافسه. واللافت للانتباه ان الالمان هم اللي كانوا السباقين يعني في العوده، وكانوا هم الاحسن وبدنيا شفنا يعني تعاملوا بطريقه جيده، يعني حتى شفنا باين ولايبزيغ في لياقه بدنيه ممتازه لانهم ولاو للمنافسه، ولكن خذوا قسط من الراحه باش يعاودوا التحضيرات لموسم جديد. ولهذا رانا نشاهدوا في الفريقين كانهم في بدايه موسم جديد، هذا من جهه. من جهه الاخرى وكذلك الفيدرالية اخذت يعني قرار كان صائب او لا، لكن راح نشوفوا الان يبدو انه صائب لانه الفريقين الفرنسيين كذلك عندهم يعني نوع من اللياقه البدنيه في المستوى، لكن هل هذا فقط اللي يعمل الفارق؟ ما نظنش، هذا معيار من المعايير او مقياس من المقاييس اللي نقدروا نعتمدوا عليها باش نقولوا انه الفرق هذه عرفت كيفاش توصل لهذا البطوله. لكن فيه من جهه اذا كنا تكلمنا في جهه فريق باريس سان جيرمان، فريق باريس سان جيرمان حاجه عاديه يوصل للدور نصف النهائي على الاقل، عندما يكون عندك لاعبين مثل نيمار او مبابي في فريقك او ايكاردي او دي ماريا او سارابيا او تاجو. اعذرني على المقاطعه، ولكن في عامل مهم جدا هو توقف عدم استكمال الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، وبالتاكيد ده كان يعني ليه تاثير الى حد كبير سلبي، ولا حضرتك ممكن تشوفه تاثير ايجابي وادى فرصه اكبر للاعبين ان هم يركزوا في مسابقه الشامبيونز ليج؟ انا موافق معك، يعني قلنا ربما التوقف الاجباري هذا كان ربما ايجابي في الذهنيات، يعني باش يكونوا من جانب الذهني يكونوا مركزين اكثر على فقط الشامبيونز ليج، وذلك من جانب البدني وان كانت وحضروا فقط الى هذه المنافسه اللي في ثلاث مباريات تقدر تكون بطل اوروبا. ولهذا نقدر نقولوا انه التعامل مع التوقف الاجباري كان ايجابي في الجانب الفرنسي. فريق ليون اللي كانت عنده منافسه اصعب من فريق باريس سان جيرمان نظرا انه لعب مباراه اياب ضد يوفنتوس، وكذلك لعب مباراه كبيره ضد السيتي، يعني شفنا انه تغلب على السيتي واليوفنتوس في الثنائيات في الحوارات الثنائيه، وهذا دليل على اللياقه البدنيه الممتازه اللي كان فيها فريق ليون. ولهذا نقدر نقولوا انه هذا العامل كان ايجابي للكره الفرنسيه. ولكن قلنا من جانب اخر انه فريق باريس سان جيرمان ليست مفاجاه نظرا للتعداد، نظرا لقيمه المشروع، نظرا لقيمه الفريق حاليا،
ولكن ليون تعتبر مفاجأة، لأنه فريق ليون ما عندوش التعداد يعني التوب توب تاني يعني الفرق الكبرى، ولكن عنده فريق، عنده مجموعة، وأكد ذلك بالتفوق على سيتي وعلى يوفنتوس. طب ده هياخدنا لرؤيتك لمباريات قبل النهائي، يعني إذا كانت الكفة تميل إلى مصلحة أو لصالح باريس سان جيرمان في لقائه مع لايبزيج، فالحقيقة في حالة حيرة فيما يتعلق بمواجهة بايرن ميونخ مع اولمبيك ليوني، لانه الحقيقه البايرن ميونخ مقدم موسم ولا اروع، واعتقد انه حتى من ناحيه الحاله المعنويه بعد تغلبه على البارسا بسكور 8-2، اعتقد انه بيدخل المواجهه دي في اعلى حالاته البدنيه والفنيه والمعنويه. في نفس الوقت اولمبيك ليوني كان عنده قدره خلال مشواره في نفس البطوله على اقصاء فرق من العيار الثقيل، وفرق كانت مرشحه بقوه للحصول على لقب الشامبيونز ليج زي اليوفنتوس وزي المان سيتي. ازاي بترى مواجهه الفرقتين مع بعض؟ ازاي بترى مواجهه البايرن مع ليون؟ اولا بدون تحيز فريق باريس سان جيرمان ظن له اولويه. لماذا؟ فقط لانه عنده لاعب مثل نيمار ولاعب مثل مبابي، يعني هذو لاعبين كبار، لاعبين يقدروا يصنعوا الفارق في اي وقت، ولو انه فريق لايبزيغ يعني كمجموعه، كطريقه لعب، كمدرب، كفلسفه لعب وكذا، ادى مشوار رائع ويقدم في كره قدم مستوى راقي، ولاعبين يعني مغمورين تقريبا على العموم في الشامبيونز ليج ودون خبره في هذا المستوى، ولهذا ربما الفرق راح يكون في هذا الجانب كذلك، من جانب الخبره في المنافسه الكبرى للاعبين مثل تياغو سيلفا، للاعبين مثل نيمار، لربما وكذلك دي ماريا لكذلك يعملوا الفارق. ولهذا نقول انه الكفه نرجحها شويه لفريق باريس سان جيرمان اكثر لهذا العاملين، عامل اللاعبين الكبار وعامل كذلك الخبرة في المنافسات الكبيرة. ولكن يبقى كرة القدم علمتنا نكونوا حذرين، وهذا طبعا. فريق لايبزيغ هذا يا صراحة فريق ممتاز وفريق يلعب كرة ممتازة بمدرب كبير له مستقبل كبير جدا، ناقصنا 32 سنة اللي راح يمتعنا فريق لايبزيغ، راح نشوفوا مباراة هجومية وراح يكون في أهداف، ولكن شخصيا نرجح الكفة لباريس سان جيرمان. فيما يخص مباراة غد العكس، الفريق الألماني فريق صراحة أقوى فريق في العالم بدون منازع، يعني في كل خطوطهم كامل لاعبين في مستوى كبير، خبره كبيره، وسط ميدان كامل جدا، هجوم، عوده ميولار الى احسن احواله، ليفاندوفسكي احسن هداف وربما احسن راس حربه في العالم الى جانب كريم بنزيما، اللاعبين الاروقه مثل نابري وكذلك كومو او بيريزيتش مستوى عالي، كيميتش من احسن مدافعي من مع ارنولد رينولدز في الرواق، دفاع متكامل في العالم، يعني فريق ممتاز، فريق متكامل، فريق بايرن ميونخ مش صدفه اللي فاز على برشلونه. فريق برشلونه صحيح كان ضعيف وكان خارج الاطار، ولكن فريق بايرن ميونخ هو القوي، هو اللي رجع فريق برشلونه ذاك النهار ضعيف، وعنده هذه التقاليد فريق البايرن ميونخ، عندما تشوف في 30 40 سنه الاخيره عادة ما يفوز على عدة فرق يكون في يومه يعني بطريقة وبالأداء وبالأهداف، يعني ما يخليكش يعني ما يستاهل، يعني ما تستاهل يعطيك 8 يعطيك 8، يعني ما تستاهل يعطيك 6 يعطيك 6 يعني. ولهذا ولكن ما نقش من قيمة ليون، هذه مباراة كرة قدم، هذا الدور نصف النهائي، فريق ليون حيدافع على حضوره، شفناه بكل قوة، شفنا فريق ليون دافع بطريقة جديدة 5-3-2، وكذلك فريق ليو عنده لاعب ممتاز في مستوى عالي، الفرنكو الجزائري حسام عوار اللي ادى مباريات كبيره في مستوى عالي، ربما هو تكون له اللمسه في هجوم معاكس، والمباريات السيناريو يعني كل شيء وارد، ولكن تبقى 70 30 70% اكثر لبايرن من رايي الشخصي، يعني تتوقع النهائي يكون بي اس جي وبايرن ميونخ في نهائي دوري الابطال؟ نعم. من تتوقع نعم ان يتوج بلقب البطوله؟ والله مباراة صعبة، ولكن يعني إذا كان تحيز يعني لباريس للمدينة اللي أقيم فيها، وكذلك نظن فريق من الأحسن فريق باريس سان جيرمان يفوز بها، ولكن صراحة كرويا صعيب باش تفوز على هذا فريق البايرن هذا. لامين كاظم المحلل الرياضي لقناة فرانس 24، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة مساء على شاشة الأهلي.